والحي من ميدان المرموم لسباق الهجنة العربية الأصيلة لتتواصل مسيرة انطلاقة أشواط هجن أصحاب السمو شيوخ من سن اللقاية. من سن اللقاية ونبدأ في شوط المهجنات الأصائل ثاني أشواط هذا المساء للإبكار وهو ثاني أشواط الجولة الأولى. نتمنى التوفيق لأصحاب السمو الشيوخ وللمضمرين الكرام الذين يجتهدون مع هذه الشعارات. كيلومتر من 5 كيلومترات انتهى وهي مسافة رسمية وتقليدية لهذا السن. نتجه مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط لإذاعة المراكز الأولى، نرى انتزاع لسمو الشيخ محمد بالمر بالمكتوم مع المكتوم ومضمرها سعيد بن عبيد بن مروشد المركز الثالث اللي تحتل مزنة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع السيد محمد بن سعيد بن مروشد في عملية التضمير دور المركز الثالث. وهذه نجدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها السيد طارش بن مبارك بالقوبع. تأتي هجن العاصفة وتقدم العاصفة وهجنها قرطاسة في المركز الرابع بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وأراها تتقدم إلى مركز متقدم أيضا. نعود إلى المركز الخامس ومتابعة النداء، أريام في المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، وفي التضمير سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السادس هجن العاصفة تأتي بمطيله وتليها فتون ملكية هجن العاصفة. تعودان هاتان البكرتان ويضمرهما حمد بن راشد بن حمد بن غدير. نتجه الى المركز الثامن لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، فتون الفاتنة على مقدمة الشوط، الفاتنة بحسنها وشكلها الجميل وسرعتها وعرضها واندفاعها الى خط النهاية. لا يسعنا مشاهدينا الاعزاء الا ان نهني مالك هذه الهجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على التوالي وعلى مستويي المحليات الأصايل والمهجنات الأصايل في بداية ومستهل برنامجي هذا المساء. تصل فتون إلى خط النهاية لأيضا نصل بالتهنئة للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير القائم على تضمير هذه الهجن المميزة. تأتي ثانيا مطيلة لهجن العاصفة، وثالثا تأتي قرطاسة لهجن العاصفة، رابعا مزني اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي المركز الخامس اللي هي اقتحام لسمو الشيخ زايد بن سيف محمد آل نهيان. هذه فتون وتوقيتها للـ5 كيلومترات امامكم مشاهدينا الكرام باللحظات المعادة 7 دقائق و39 ثانية، 9 اجزاء من الثانية. التهاني للعاصفة وهجنها ومن يقوم وراء هذا الانجاز. المركز الثاني تأتي العاصفة لتقدم وتكمل ثلاثي هذا الشوط بثنائيه في هذه اللحظات، 7 دقائق 45 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. هذه مطيلة العايدة ملكية الهجن العاصفة، التهاني والناموس أيضا متواصلة مع هذه الهجن ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ومضمرها حمد بن راشد بن حمد بن غدير. تهانينا للجميع. 7 دقائق 49 ثانية وفاء وتماما.